تحضر قصص الحب عميقة تنبثق من براحي الماضي القديم، مزهوة بقوة الأمثولة الباقية على الدهر. فالحب دائما أسطورة، مثلما الحياة عندما تكون عمرانا لا يفنى، هو معنى لعظمة العطاء وخلود الحكاية. حكاية مدينتين جمع بينهما حبل لم يتصرم ولم تفله عاديات الزمن، لأنه إلى الحياة أقرب وإلى لغة الحب أنسب. إنها قناة العاشق، أسطورة حية لحب وعمران ما زالت تشهد على مأثرة أعظم مشروع إروائي بين مدينتي سلميا وأفاميا. قبل 5000 سنة قال الشاعر السوري القديم من إبلة: يستميل قلب امرأة إلى رجل يحبها. في كرم بخور المر طيب ودك أخذت فاك ذا الرقة، أخذت عينيك الزرقاوين، أخذت فاك الحبيب. وكنزت القرون 50 من تاريخ معروف لسوريا العريقة أساطير حب زادها الزمن نصاعة ورونقا. كانت مغامرات العقل الأولى في أسمى مراتبها مغامرات حياة دفاقة بالحب على أنه صنع العمران وأنشودة الزمان. وفي أنشودة قناة العاشق أن الأميرة الجميلة كريمة ملك أفاميا، جميلة عصرها وتاج الحسن فيه، اشترطت على أميري سلميا وجلميدون، وهي حاضرة قديمة من أعمال حماه أيضا، مهرا غاليا لقبوله عروسا وزوجا. وكان المهر الغالي العسير أن من يأتي بالماء من بلدته لعاصمتها أفاميا قبل الآخر يغدو صاحب الحظ بالزواج منها. وقد أفلح أمير سلميا بعزيمته وعزيمة الناس وقوة العشق في إيصال الماء إلى أفاميا عبر قناة سميت باسم هذا العشق المقدس الذي تحول إلى قوة حياة ومسار عمران ينمي الحضارة ويظهر فعل الإنسان القادر على الرغم من بعد المسافة التي نافت عن 85 كيلومترا. وكان صوت أمير سلميا يقول: ها أنا أوصلت الماء إلى مدينتك. وكانت قناة العاشق التي روت زمنا طويلا أفاميا وقراها من عيون مدينة سلميا. لقد رأى أمير سلميا وجوده في أميرة أفاميا، وصار الحب تحديا تكمن استجابته في قناة العاشق مشروعا إروائيا عظيما يجدد حياة الحب وذكرى المحبين في الزمان. والعشق أحوال ومقامات، وفي كل حال أو مقام أسطورة تبقى. فالخيال يفسر الواقع، والواقع يرتفع بقوة العشق إلى مصاف الأسطورة. وعندما حال المال بين عروة وعفراء في الحياة ورفض الأب تزويجه منها لفقره، تقول الحكاية: إنهما تحولا إلى هيئة شجرتين ملتفتين متعانقتين بعد الموت في موقع قبريهما، ولا يعرف المارة أي ضرب من النبات هما. وحين حالت العادات بين عتبة ورية وبين إكمال عرسهما، نبتت على قبرهما شجرة عليها ألوان من الورق مميزة عرفت فيما بعد بشجرة العروسين. غير أن أسطورة قناة العاشق ما زالت حية تروي آثارها حكاية أعجوبة من أعاجيب العالم القديم.
تروي الحكاية أن قناة العاشق بنيت في 1200 للميلاد، وأن سلمية سليلة حضارة 50 قرنا في التاريخ واجهت التدمير مرات وعادت تتعمر على الدوام بفضل موقعها الجغرافي في ملتقى الطرق القادمة من الساحل غربا وتدمر شرقا، وبفضل طبيعتها النضرة ووفرة المياه صارت نقطة لتجمع الجيوش الزاحفة في عصور مختلفة، مثلما غدت حاضرة لدول ودويلات كثيرة في العهود اليونانية والرومانية إلى زمن الفتوح الإسلامية وتقلب دول الاستيلاء والدويلات المتتابعة عليها. وقد ظلت سلمية صامدة حاضرة من حواضر بلاد الشام. وكانت أفاميا إحدى المدن الأربع الكبرى في سوريا القديمة التي بنيت إثر موت الإسكندر وحوزته على سوريا الشمالية وجعلها عاصمة لملكه بعد أنطاكيا. وبلغت مكانة أفاميا شأوا عاليا، إذ غدت لزمن طويل موقعا اقتصاديا ودينيا وعسكريا وطبيعيا لخيراتها الوافرة ولما حباها الله من عمران وزرع ومرعى، إلى أن غزاها كسرى أنوشروان عام 540 ميلادية فدخلها مدمرا. غير أن النائبات أودت بعمرانها، لا سيما زلزال عام 551 ميلادية وزلزال عام 1151، وعندما دخلها المسلمون كانت خرابا يبابا. ثم أعيد لها تحصين قلعتها وكشف آثارها الثمينة في القرن الثاني عشر الميلادي على يد نور الدين ومن تلاه من بني أيوب. العاشق من عين الزرقاء في ساقيتين تتحدان في مجرى القناة غربي السلمية إلى الوشواشة، حيث بنيت في هذا الموقع وفي مواقع أخرى في مسار القناة طواحين مائية. يروى أن طاحونة الوشواشة استعملت حتى مطلع هذا القرن. في طريقه إلى تل عقيرب شق المجرى لمسافة 200 متر في الصخر بعرض 60 سنتيمترا وبعمق متر. ثم تمضي قناة العاشق في مزارع وقرى كثيرة لتشهد على هذه المأثرة السدود التي بنيت لتخزين المياه وتوزيعها. ومن تل درة حيث تلتف القناة حول أخاديد تفضي إلى سفح جبل كاسون وجبرين، فالجنوب حول جبل زين العابدين إلى تل العبادي إلى قرية صوران إلى ظهرة الشيخ مسعود إلى وادي الدوران على جسر كبير نصف عام 1958 لفتح الطريق المؤدي إلى حلب. وما زالت آثار هذه المنطقة شاخصة للعيان بمحاذاة هذا الوادي الواصل إلى قرية اللطامنة.